أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دغمانيان أنه أخطر مصالح الأمن المعنية بتنفيذ حل جمعية مكافحة العداء للمسلمين المعروفة بالتجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا. الجمعية بدورها اعتبرت أن الوزير رضخ للضغوط اليمين المتطرف، وأوضحت قائلة إن التجمع سيواصل تقديم الدعم القانوني للأشخاص ضحايا الإسلاموفوبيا، وسيخطر الهيئات الدولية بتطور الكفاح ضد كل أنواع التمييز ومن أجل المساواة في فرنسا. وضع مقتل مدرس التاريخ سامويل باتي الجمعيات الإسلامية والمساجد في مرمى وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دغمانا بتهمة ما يسمى الإرهاب ونشر التطرف. أغلق درمنا على الفور جمعية بركة سيتي وجمعية الشيخ أحمد ياسين ومسجد بونتان الكبير، وطلب بعدها من الجهات الأمنية تنفيذ قرار حل جمعية مكافحة العداء للمسلمين المعروفة باسم CCEF. الجمعية التي تعنى بالدفاع عن المسلمين الذين يتعرضون للعنصرية في فرنسا عن طريق توكيل محامين عنهم أمام القضاء الفرنسي اعتبرت أن وزير الداخلية رضخ لضغوط اليمين المتطرف. لا نعلم على أي ركائز اعتمد وزير الداخلية لاتهامنا. لا نعلم ماذا يريد. نحن نريد تطبيق القانون لمعرفة أسباب هذا القرار الذي نراه سياسيا وعنصريا. سنواجه قراره في المحاكم وسنرد عليه بالقانون. هذا دأبنا منذ تأسيس هذه الجمعية. جمعية CCEF أكدت أنها ورغم التضييق والقرارات التي وصفتها بالجائرة ستواصل تقديم الدعم القانوني لضحايا الإسلاموفوبيا، وأنها ستخطر الهيئات الدولية بوضع تطور النضال ضد كل أنواع التمييز ومن أجل المساواة في فرنسا. فيما اعتبر ناشطون حقوقيون أن قرار الوزير يحرم المسلمين من منصة قانونية تدافع عنهم. أن السلطة الفرنسية تسلب الفرنسيين المسلمين كل الآليات القانونية التي تسمح لهم بالدفاع عن أنفسهم بطريقة قانونية حسب قوانين الجمهورية، لهذا هو قرار غير يعني عقلاني. في المقابل أرسلت 33 شخصية فرنسية مرموقة من حقوقيين وإعلاميين ورياضيين انتخبوا ماكرون عام 2017 عريضة للرئيس طالبوه فيها بالتخلي عن قوانينه الأخيرة كقانون الأمن الشامل وقانون الانفصالية، لأنهم يعتبرون ذلك مؤشرا حقيقيا على تراجع الحريات في فرنسا. العمليات التي طالت فرنسا مؤخرا ستشكل وبحسب كل المؤشرات مرحلة جديدة من العلاقة بين فرنسا ومسلميها، ففي وقت ترى فيه الحكومة أن الإجراءات العقابية تستهدف الإسلامويين وليس المسلمين، ترى بعض الجمعيات الإسلامية أن لظى هذه العقوبة يطال كثيرا من الأبرياء. محمد حجي العربي، باريس. وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا من باريس الدكتور إسماعيل خلف الله المحامي والخبير في القانون الدولي. أهلا بك معنا. جمعية تجمع ضد الإسلاموفوبيا هي جمعية تقف ضد العنصرية والتمييز، كيف يمكن أن نفهم هذا القرار بحلها في بلد علماني مثل فرنسا؟ في البداية أحييكم وأحيي المشاهدين الكرام. هذا هو الإجابة على هذا السؤال، أو الكثير من ذهب إلى أن هذا القرار هو قرار إداري تعسفي ليست له لم يبنى على عناصر قانونية قوية حتى تحل، يعني وحتى يفهم المشاهد أن هناك حقيقة أن هناك القانون الفرنسي يسمح لمجلس الوزراء بحل الجمعيات التي ربما تكون تمارس نوع من الإرهاب أو أنها تشيد بالإرهاب أو كذا، وهذا ما لم يتوفر، هذه الشروط التي لم تتوفر في قضية الحال. وبالتالي كما أشار هيئة دفاع هذه الجمعية على أن هذا القرار قرارا تعسفيا، وأن لو كانت حتى ومن الأدلة على هذا القول أن لو كانت للحكومة أو وزارة الداخلية أو كانت
كانت لها العناصر القانونية والأدلة لحل هذه الجمعية لذهبت إلى عن طريق القضاء حتى تذهب كل الشبهات على نفسها، ولكن عندما كانت لا تملك هذه العناصر لجأت مباشرة إلى مرسوم وزاري وقرار إداري تعسفي، وحتى المهلة كانت مهلة قصيرة. طيب برأيك ما الذي ستحققه فرنسا؟ ما الذي ستحققه فرنسا وأمن المواطن الفرنسي من خلال إغلاق هذه الجمعية؟ هو الكثير من ينظر إلى أن هذه الجمعية هي منصة حقوقية، وأن كيف يعني أن هذه الجمعية يوما أن كانت عضو استشاري في مجلس حقوق وكانت وهي هيئة قانونية بالأساس تدافع على ضحايا الإسلاموفوبيا، هذا إذا كانت تهاجم مباشرة وتحل بهذا القرار التعسفي، هذا يدل على أن هناك نية وأن هناك إرادة سياسية واستجابة للضغوط التي يمارسها اليمين المتطرف والتيار الإسلاموفوبيا بالخصوص، لأن هذه المنصة أساسا بنيت على أنها تستجيب وتدافع على كل الضحايا الذين تنتهك حقوقهم عن طريق هذا التيار الإسلاموفوبي. إذن فالحكومة كان من المفروض أنها لو كانت تلجأ للقضاء لكانت ربما تبعد عن هذه الشبهة عن نفسها، لكن عندما لم تملك هذه الأسناد القانونية وأنها ربما كانت استجابة قوية لهذا التيار ورذوخ واضح لهذا التيار، فذهبت مباشرة إلى حل هذه الجمعية التي هي اتهمت على أساس أنها تشيد بالعمل الذي قام الجريمة التي ارتكبت في حق المدرس، لكن الحقيقة أن هذه الواقعة أن الجمعية استمعت لوالد هذه البنت الذي أخبر هذه الجمعية، وهي ذهبت للبحث في القضية وربما وطالبت حتى طالبت من هذا الولي أن يحذف الفيديو على الإنترنت. يعني هناك لم يعني وهذا ما وضحته وصرحت به حتى أمينيستي، قالت هذا هيئة الدفاع لهذه الجمعية قالت هذا، قالت أنا أن هذه الجمعية ليست لها لم ترتكب يعني جرائم أو لم ترتكب ليست هناك قرائن قوية لإدانتها ول يعني مباشرة الذهاب إلى حلها. طيب ماذا يمكن للمنظمات الحقوقية الفرنسية والدولية أن تفعل حيال هذه القرارات التي مثلا أدانتها منظمة العفو الدولية؟ هو هنا مباشرة هنا القراء الجهة المختصة في النظر في مثل هذه النزاعات هو القضاء الإداري، فالجمعية الآن تلجأ إلى القضاء الإداري، ونعتقد أن القضاء الإداري سينصفها وستكون لها يعني الغلبة وتعطى لها يعني حقها في الدفاع بالدرجة الأولى، ثم حقها في أنها هذا الحل غير هذا قرار تعسفي وأن حلها غير قانوني. فالآن أنا أقول من هنا والكثير ربما يشاركني في هذا أن هذا القرار يمثل طعنة وسقطة كبيرة للحكومة الفرنسية، وربما هو طعنة في منظومة الحقوق في فرنسا. إذن فالكثير الآن من هو يتخوف من أن الحقوق أصبحت يعني هذه الحقوق تهاجم وتقيد، وربما من يدافع على هذه الحقوق يصبح في دائرة الاتهام. الدكتور إسماعيل خلف الله المحامي والخبير في القانون الدولي، شكرا لك. وصلنا إلى نهاية قضية اليوم، عودة إلى زاهر الآن. شكرا لك يا رانيا. شكرا.